لا شك أن هناك مرحلة جديدة سوف تكون بالنسبة للشرق الأوسط من خلال إما توقف المفاوضات واستمرارها، وإما عودة المفاوضات إلى ما كانت عليه والبدء في مرحلة التسوية النهائية أو مفاوضات المرحلة النهائية. وهذا يجب أن يتم أولا على المستوى الداخلي الفلسطيني والخارجي مع الإسرائيليين وبالنسبة أيضا لسوريا من خلال مفاوضات مباشرة، وما سوف يتبلور عنه سوف نراه. وهذا الرئيس الأمريكي سوف يأتي من أجل خطاب العالم الإسلامي وما قد يكون له إيجابياته ونتائجه التي يأمل الجميع أن تحقق شيئا مما يروي ظما العرب ويكون فيها نوعا من الاستقرار والازدهار والسير قدما نحو أوضاعنا.